لا كابيلي كمل على بالك لونغومون كنا اون كابيلي ابجايا تيزي وزويا بويرا بومرداس ديبو دوسي سي اكستراوردينار جو بو ميرسي دايا بو لي فور كو زافي في الامضاءات كملنا في بجايه قبل كل الولايات هكذا سي شريخ اذا منطقه وجزء لا يتجزا من تراثنا وكياننا ووحدتنا وتلاحمنا وكنا اقوياء والاران دي راح تدخل بكل قوه لكن فيه بعض كما نتكلم على الشعارات هذه اللي كنت نتكلم عليها نشوفوا منين جايه بكري كانوا يقول لك لغه الخشب كي تتكلم باش يقولوا تحرش تاع الخارج واستقرار البلاد راه من الخارج يهدوا في استقرار البلاد الحمد لله اليوم بديتوا تشوفوا فيها من طرف بعض الابواق سواء الخارجيه سواء من جيراننا او من الجهه الاخرى او عن طريق بعض الابواق تاعهم اللي هم يخلصوا اون ديفيز والامور هذه كلها موجوده ما نتعقدوش على بالنا باللي رانا مستهدفين على بالنا باللي امننا واستقرارنا مستهدف على بالنا باللي ما يسمحولناش مواقفنا في سياساتنا الخارجيه على بالنا باللي ما يسمحولناش بتقرير مصيرنا بايدينا قررناه في 62 وزدنا قررناه في التسعينات واليوم قررنا مصيرنا بايدينا وخارجين الى مرحله الامان وبر الامان ما يسمحولناش.